أشكرك، أشكرك كل من فكر في أن أكون مقدرة من تقدير في هذا العرض، وبالذات أنا متأكد أن طرح الفكرة نقيب الممثلين لأنه صديقي وعرفني كويس أوي. ممكن ما تزعلش أبدا على الفضائيات أهو، بشكره شكر لا حدود له، شكر مغلف بقلب من القلب. اوعى تزعل، واحنا بنعتذر لو ما عرفناش نرد على اي حد اسالك رد اقوى من كده. حاضر حاضر. طب كلمه بس للشباب كمان النهارده، المسرحيين اللي اختاروك وشايفينك يجب ان تكرم كمان، تقول لهم ايه؟ الشباب اللي اختاروك النهارده وكانوا حريصين على تكريمك والاحتفال بيك، حابب تقول لهم ايه؟ والدكتور اشرف وشباب المسرح كمان، يا رب يجي اليوم وقدركم بقى. انا بقى ارد لكم زياره ونقدركم التقدير الجميل، لأنهم شباب النقابة يستحقون إذا وصلوا إلى سني أن يقدروا. شكرا.